نبيل سعيد الكرد من سكان حي الشيخ جراح. هجروه من مدينة حيفا سنة 48 وفضل عايش في القدس لحد سنة 56. الحكومة الأردنية قدمت أرض الشيخ جراح لمجموعة من الأسر وبينهم أسرة الكرد عشان يعيشوا فيه، وكالة الغوث هي اللي بنت لهم الحي. الاحتلال استولى على أول بيت فلسطيني من حي الشيخ جراح سنة 76، ولحد 2020 هجروا أكتر من 30 عيلة فلسطينية من الحي اللي فيه 160 عيلة عشان المستوطنين يقعدوا في البيوت. وفي 2010 أجبرت محاكم الاحتلال وحكومة الاحتلال نبيل الكرد أن يسيب نص بيته لصالح مستوطن اسمه يعقوب عايش فيه لحد النهاردة. ولسه في كتير زي يعقوب جاهزين للاستيلاء على بيت جديد، ولسه الحكومات صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Thank you.